الأصدقاء وأحرف الهجاء من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء. معاذ والأصدقاء وأحرف الهجاء من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء. في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء، في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء، في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء. معاذ، معاذ، هيا انهض، اليوم هو بداية العام الدراسي. كيف أتى العام الدراسي بهذه السرعة يا أمي؟ كفى تكاسلاً، هيا انهض وتوضأ للصلاة بينما سأعد طعام الإفطار. حاضر يا أمي. ليس بعد يا حبيبتي، هذه حقيبة معاذ. حقيبة معاذ؟ نعم، عندما تكبرين قليلاً سأحضر لك حقيبة تناسبك. ألم يستيقظ معاذ بعد؟ لقد استيقظت بالفعل يا أبي. حسناً، في البكور البركة والسرور، هيا تناول إفطارك قبل أن تصل الحافلة. شكرا لك يا عزيزتي. الشكر لله يا عزيزي، هيا بالهناء والشفاء. حتى الحافلة أتت بسرعة. تمهل يا معاذ. انتظر، نسيت حقيبتك. ها؟ آسف، لقد نسيت. شكرا يا أمي. أنا اسمي معاذ، وأنت؟ أنا اسمي عبد الرحمن. أهلا بك. ألا تحب أن تعرف اسمي؟ لقد قلت لي أن اسمك عمر، هل غيرت اسمك؟ أهلا بكم في مستهل عام دراسي جديد، وأحب أن أؤكد على ثلاث كلمات وهي الجدية، الالتزام، النظام. شعار مدرستنا وطريقنا لجائزة الجودة بإذن الله. وبعد أن تعرفت عليكم سأعرفكم بنفسي، اسمي فواز وسأدرس لكم بإذن الله مادة اللغة العربية. هدوء. زياد، لا يصح أن تتثاءب هكذا أثناء الحصة. معذرة يا أستاذ فواز، لن أكررها. حسنا، لنكمل درسنا مع حرف الألف. مستعدون؟ نعم مستعدون. حرف الألف يا أبنائي يشبه تماماً واحد طويل. حرف الألف يشبه ماذا؟ واحد طويل. أحسنتم، ومثال ذلك حين نقول ألف ماء من السماء، رزق الله للأحياء، واحد طويل. أرأيتم؟ بكل سهولة نستطيع أن نكتب حرف الألف، وتذكروا أن حرف الألف ما أحلاه، من يكتبه لا ينسى. حرف الألف ما أحلاه، من يكتبه لا ينسى. أروني يا أبنائي كيف كتبتم حرف الألف. أحسنتم، كلكم كتب حرف الألف مثل الواحد الطويل. تفضل بالدخول. ها سعادة المدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكاية حرف الألف ما أحلاه التي ترددها طوال الحصة يا أستاذ فواز؟ يا سعادة المدير، أنا أكتب الشعر كما تعلم، وهذه طريقتي لتوصيل المعلومة للتلاميذ. وهل يفهم التلاميذ بهذه الطريقة؟ يمكنك أن تسألهم بنفسك يا سعادة المدير. ماذا تعلمتم من درس اليوم يا أولاد؟ حرف الألف واحد طويل. حرف الألف ما أحلاه، من يكتبه لا ينسى. جيد، استمر يا أستاذ فواز. أحسنتم يا أبنائي. وبعد أن تعلمنا كيف نكتب حرف الألف، دعونا نتعرف على أول كلمة
نزلت من القرآن الكريم. أنا أعرفها يا أستاذ فواز، إنها كلمة اقرأ. أحسنت يا معاذ، ولكن هل تعرف قصتها؟ لا أتذكرها جيدا. سأحكي أنا لكم القصة، ولكن مع اختبار بسيط. انتبهوا جيدا، سأطلب من كل واحد منكم أن يذكر لي كلمة وردت بالقصة بها حرف الألف. اتفقنا؟ اتفقنا. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، وفي ليلة من ليالي شهر رمضان نزل جبريل من السماء بآيات من الله، وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم قال له مرة أخرى اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. والآن هل لاحظتم الكلمات التي بها حرف الألف يا أولاد؟ كلمة غار في منتصفها حرف الألف. أحسنت يا معاذ، كلمة غار. من لاحظ حرف الألف أيضا؟ كلمة حراء، الألف ثالث حرف في الكلمة. أحسنت يا عبد الرحمن، كلمة حراء. يجمعنا اللقاء.